تفاعلات الكحول، وقلنا انه we can of course we can replace alcohol by halogen او halides باستخدام ال HCl او ال HX او الذبر، تمام. لكن كنا we should have another reagent اللي هي قادرة على إنها تعمل replacement، ويا ريت تحفظوها هذه الريجنت هذه اللي بتتحول من الكحول دايركتلي ابطال الومين ل ار اكس، تمام. وقلنا هذه الريجنت ار اكس بشكل عام هي we can use for example تترا برومو فوسفير او تراي برومو فوسفير PVR2، تمام. أو واحد ثاني بقدر أقول BCL3، هذول الريجنت هذول الثنتين، أو BCL3 أو 5، حتى هاي 3 أو 5. وكمان في عندي ريجنت اللي هو SOCl2، هذا بيعمل ريبليسمنت للألكحول بالCl. وإذا حبينا نعمل ريبليسمنت لل للاو اتش باليود نقدر نستخدم الفوسفورس مع الاي 2، عنده القدره على انه يعمل ريبليسمنت له. ثيونيل كلورايد از ريكومندد عشان ما عندوش باي برودكت، هذا ثيونيل كلورايد ريكومندد لانه طلع غازز باي برودكت، وبالتالي ما بكونش في عندي اي مشاكل. الريجنت القديم هو اتش اكس، قلنا انه مشكلته انه لو ييلد، والتفاعل ماله بيكون شوي بطيء، لو ييلد التفاعل بيكون شوي بطيء. لهذا السبب ايش نستخدم ريجنت ثاني. سو اف وي ونت تو ريبليس ا هالوجين الكحول باي هالايد، سو ثينك اباوت هذول الريجنت اللي علمت لك اياهم، تمام. مع البي سي ال 3 كمان هذول لهم القدرة على استبدال الكحول بالهالوجين، تمام. وات ايلس فين ذا التفاعل؟ شوي غريب. تمام، اللي هو بدنا ناخذ الفيزينال دايول ونعمل ري ارينجمنت، تمام. الفيزينال دايول زي 1 2 دايول، تمام. هذه ابطال لما يكون في عندي 1 2 دايول ونروح عاملينه في ال H2SO4. So what we are doing here ببساطة زي ما انتم شايفين بنحوله ل كيتون، حوله ل كيتون. طبعا هذا H2SO4 بلاس مع شوية حرارة، إيش بصير عندي؟ زي ما انتم شايفين أبطال كأنه واحدة منهم تم التخلص منها، كأنه at the end of the story فقد مي، وده بتطلع تكون عندي الكيتون. بس مش بس كيتون، وإنما followed by rearrangement، كأنها المجموعة هاي شايفينها، شوي شايفينها المجموعة هذه مالها انتقلت على الكربوني المجاوري، بسموها بينكو. سو العملية ببساطة dehydration followed by rearrangement to produce ketone، وهذا التفاعل خاص بالدايول اللي بيكونوا قراب على بعض، vicinal diol يعني 1 2 diol. So if I add the 1 2 diol H2SO4 ما حيحدث elimination عادي في الهيت، وإنما راح يحدث dehydration، يعني هتفقد ميه، تمام يا أبطال، ويتكون عندي كيتون مقابل إيش؟ كمان قبل هذا بده يكون في عندي إيش؟ rearrangement. خلينا نشوف الميكانيزم تبعه كيف بيشتغل هذا التفاعل اللي شوي غريب. أول خطوة زي ما بنعرف بصير يا أبطال protonation، هاي الخطوة الأولى. حيحدث البروتونيشن سمبل، one of hydroxyl function group is protonated عشان تتحول إلى good leaving group، وفعلا تطلع، تمام. إذا it is
one step protonation، يعني واحد من الهيدروكسيل بيصير له بروتونيشن. تمام، هي طلعت تكون الكاربا كاتيون انترميديت. كاربا كاتيون انترميديت لما تطلع عليها ابطالها، يا اتس لوك لايك تيرشلي كاربا كاتيون انترميديت. تمام، فور يصير في عندنا طلع الحركه اللي بسويها ايجي مثل مايجريشن. هلا مثل مايجريشن تنتقل مجموعه المثل، يكون عنها سيجما شيفت، سبق ان حكينا عنها هذه. بالمقابل بس تطلع المثل بتعمل نيوتراليزيشن للكربون المجاور، هي اصبحت نيوترال، والكربون اللي كان عليها المثل اصبحت ايش؟ عليها كاربوكاتايون. العمليه صارت شويه ريزونانس تكون فولد باي دي بروتونيشن، كان عندي هذا الريزونانس، وبعدين بيجي وحده من المي بتعمل تاخذ البروتون، وصارت العمليه سميناها دي بروتونيشن، وطلع عندي البرودكت. سو البرودكت اللي عندي هان ماهوش سمبل ديهايدريشن، وانما ماله ديهايدريشن صحيح فولد باي ري ارينجمنت، او اللي سميناها مثل مايجريشن فولد باي مثل مايجريشن، حيث تنتقل مثل جروب وتكون عندي ابطال، مش تكون عندي، تكون عندي كاربون على الهيدروكسيل كاربون، الكربون اللي عليه الهيدروكسيل، ومنها تصير عندي دي بروتونيشن بتكون عندي فاينل بروتوكول. هذا التفاعل تفاعل نادر نوعا ما غريب، وفقط لا يحدث الا على مين الضال؟ على الدايول. اي دايول؟ ال 1 2 دايول. so think about it انه 1 2 دايول ما بيعمل سمبل elimination or dehydrogenation، لا بيعمل dehydrogenation followed by sigma migration، وبآخر شيء دي بروتونيشن، وبيطلع عندي ايش؟ الكيتون المميز، بيطلع عندي الكيتون اللي حكينا عنه ماله المميز. تمام، كثير كويس. بقي عندي تفاعلات، I will leave it for you، هذول سلوا عليهم. بقى عندي ابطال تفاعلات ايش؟ مرت معنا اللي هو كليفج، كليفج او اللي قلنا عنه اوكسيديشن كليفج، تفاعل الاكسديشن كليفج لمين يا ابطال؟ للسي سي دبل بوند. تفاعلات السي سي دبل بوند، هاي التفاعل كنا بجيب فيري سترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي ما انتم شايفين، اللي هو تترا اوكسايد اوزونيوم مع هيدروجين بيروكسايد. تمام، وهذا ريجنت بيكسر الرابطه وحضر لي ايش؟ دايول 1 2 دايول، اذا بتتذكروا كنا نسميه ايش؟ سين دايهايدروكسيليشن رياكشن، سين دايهايدروكسيليشن رياكشن. ليه؟ لان كسرنا الرابطه وحطينا او اتش على كلتا الكربونتين، فصار عندي الجليكول او ال 1 2 دايول، ال 1 2 دايول. اوكي، then by استخدام cleavage reagent، تمام، اللي هو ايش يا ابطال؟ HIO4 pair iodic acid، تمام، very pair iodic acid. تمام، هذا ايش بيسوي؟ بيعمل completeness للكليفج، بحيث انه الدايول ايش مالهم؟ شو مالهم يا ابطال؟ يطلع له تنكسر السيجما بوند، ويطلع لي الكونجيجيتد كيتون اند الديهايد، كيتون اند الديهايد. So this reagent is simply oxidative cleavage. Oxidative cleavage. كسر لسيجما وباي الموجودين هان، ونحط اكسجين ريبليسد باي اكسجين. مر معنا التفاعلات، وكان هذا التفاعل لابطال بيتم دايركتلي اذا يعني كان مستخدم كي ام ان او 4 ماله هوت كي ان كونسنتريت، او اذا استخدمنا الاوزونيوم. اذا بتذكرين مر معنا هذا التفاعل. So this is the simple reaction. First reaction is di أو سن، يعني من نفس الاتجاه، دايهايدروكسيليشن
followed by cleavage. Cleavage. تمام يا عطال. Oxidation. Cleavage. Oxidation to end by the carbonyl. مش ننتهي بالكربونيل. Aldehyde or ketone. تمام. Yeah, of course, this is the reaction, steps of the reaction. Yeah, تيجي الأوزميوم, yeah, بعمل أبطال داي استحضر سيس لأنه من نفس الاتجاه, followed by لما نحط عليه ال HiO3 حيتكون عندي الكمبلكس هذا زي ما انتم شايفين, وهوبا يصير في عندي كليفج الآن, وهي تعمل ايش؟ تحضير لمين؟ لمين؟ للكيتو الديهايد. كيتو الديهايد هذا الديهايد, وهذه ما لها ابطال كيتو. كيتو الديهايد سينثيسيس. كيتو الديهايد سينثيسيس. التفاعل هذا لا يحدث الا اذا كان عندي ايش يا ابطال؟ الديول على 1 2 they are should be مالين فيزينال. فيزينال يعني على 1 2 جيران على 1 2. all this reaction اللي هان طلع الابطال كل هذول فيزينال. فيزينال يعني على 1 2 تمام. therefore this is can be cleavage to ketal او ketone whatever or ketone aldehyde. تمام تمام What else? Yeah. عندي أبطال الآن. أوكي. الآن رجعنا ل ويليامسون once more. رجعنا لتفاعل ويليامسون واللي كان أبطال تحضير الإيثر من خلال استخدام الكحول. تحضير الإيثر من خلال استخدام الكحول. تمام. إذا simply this reaction is alkoxide react with alkyl halide. Yeah, this is alkoxide react with alkyl halide. تمام. So in order to make alcohol a strong nucleophile, we can use نفعله مع sodium potassium أو sodium hydride أو sodium hydride. At the end of the story بنطلع مين يا أبطال؟ الالكوكسايد. هذا هو ايش ابطال الالكوكسايد. الالكوكسايد now is very strong nucleophile compared by neutral alcohol اللي هو less nucleophilic. less nucleophilic. تمام. كنا يا ابطال بتتذكروا كل هذا الميكانيزم بحب يمشي ب اس ان 2, ودواعي ذلك انه ايش؟ الار او نيجاتيف شو مالها؟ سترونج 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 نيوكلو فايل. حطيت لك اياها سترونج اس سترونج نيوكلو فايل. واحنا كنا بهذا الميكانيزم كل ما كان نيوكلو فايل سترونج كل ما كنا رايحين وين؟ على ايش يا ابطال؟ على تفاعل مين؟ تفاعل نيوكلوفيليك سبستيوشن. تمام. عشان تكتمل الستوري تبعت الاس ان تو, يا ريت يا ريت اي كمان مره يا ريت الالكيل هالايد يكون برايمري. يكون ايش؟ برايمري. هي الرياكشن 100% سبستيتيوشن. النيوكلوفايل شو معنى الابطال؟ حيهاجم الكربون عليها مين؟ الهالايد. الهالايد ليفينج جروب وهوبا تكون عندي الايثر. تكون عندي الايثر ليه؟ انه برايمري مع سترونج نيوكلوفايل. طيب لو كان سكندري او تيرشري كل لك اه بصير الالكوكسايد يا اكت از بيس, وارد انه التفاعل بدل ما يصير سبستيتيوشن ايش يصير يا ابطال؟ وارد انه بدل سبستيتيوشن يصير في عندي elimination. يصير عندي elimination. So simply عشان اضمن يكون في عندي ويليامسون ether synthesis, أولا alkoxide ion should be prepared at primary first يعني في البدايات, ولما نيجي نفعله نفعله في primary alkyl halide or tosyl as good
ليفنج جروب تو افويد ايش الاليمينيشن، لانه اذا استخدمنا سكندري تو سكندري اور تيرشري at that moment I should finish with مين يا ابطال؟ with CC double bond، حيث انه في هذه الحاله اصبح عندي elimination instead of substitution. عندنا example، هذا اوكي sample example. اول خطوه زي ما انتم شايفين يا ابطال شو سوى؟ ضاف الصوديوم هيدرايد، حول الالكحول من bad leaving group الى good، من bad nucleophile الى good nucleophile، and then the nucleophile مع الابطال attack to the carbon اللي عليها مين؟ الهالايد، الهالايد good leaving group خرج، وهذه ايش مالها؟ primary، and we are directly with Williamson synthesis. هنا Williamson synthesis. ربما يا ابطال واحد قال لك انا بدي اتعامل بدل هاي تصل، ذاكرين هالتصل ما عندنا اي مشكله، ربما تكون بدل هلاي تصل اصبحت معنا good leaving group، فبتخرج وبتكون عندي ايش؟ تكون عندي ايش؟ الويليامسون ايثر. طبعا تمام. لان what about اها يس Yeah, here is another. Why the opposite cannot happen? ليش نجي نقول ليش ما بحط لا ليش ما بحطش العكس؟ ليه ما يحدث هذا التفاعل يا أبطال؟ Simply proceed without any problem. ليه هذا التفاعل ما بحدثش؟ يعني بصير عندي، شوفوا أجي أقول لك بجي بحط الألكحول البروتون على الألكحول عشان it should be go through good leaving group. Good leaving group. تمام؟ وبروح حاط بعديها حاط عليه مين؟ الكوكسايد، وبحضر بقول لك هالكلام بيمشيش. ما بيمشي. ليه؟ لأنه أبطال هنا هذا لما تطلع الجود لما تطلع الليفنج جروب هيكون في عندي كاربوكاتايون which is على برايمري which is unstable. تمام؟ لأن أصبحت good leaving group هذا، وبالتالي الرياكشن بهاي الطريقة ماله غير صحيح. Yeah, you should have methoxy react with mean RX with alkyl halide or tosyl. So عملية البروتينيشن لمين؟ للمي الهيدروكسيد عشان تصير similar to the water عشان تتحول ل good leaving group and then react with alkoxide is incorrect. ما بيمشيش فيها ويليامسون، ما بيمشي فيها ويليامسون. تمام؟ في هالحاله احنا بحاجه لاستخدام الالكل هالايد انستد اوف الكحول. ناخذ شويه سمري، مرت معنا هاي الاشياء. السمري يا ابطال انه what I can do when I have alcohol، هذول اول شيء بامكاني اني ايش ابطال اعملها oxidation by using strong oxidizing agent like permanganate, KMnO4, sodium hypochlorite, hypochlorite. All these three agents are good enough to do H oxidation. وبالتالي تحول لكيتون، تحول لكيتون. تمام؟ Since it is secondary, then it will prepare كيتون. It will prepare كيتون. تمام. وكانت برايمري بتعطيني الدهايد اور كاربوكسيد. تمام. هي قال لك في حال استخدمت برايمري بتطلع لي الدهايد اور كيتون. او عشان اطلع الالدهايد بتلزمني ابطال ايش؟ استخدم ريجنت دلعناه وقلنا عنه ايش؟ ايش اسمه؟ تي سي سي ريجنت. تي سي سي ريجنت. تمام. بقدر اعالج الالكحول هذا بتصل كلورايد مثلا، تمام، او هيدروكسيد، وطلع تسليتد تسل ايستر، هاي اصبحت كليتها جود ليفنج جروب. كمان بقدر اعالج الكحول بصوديوم بوتاسيوم او صوديوم هيدرايد واحولها لالكوكسايد نيوكليفايد سترونج نيوكليفايد اللي بفعلها مع ار اكس
وبطلع ويليامسون ايثر، وبطلع ويليامسون ايثر سينثيسيس بروسيس. سو هذول كليتهم حكينا عنهم، وهيو ايش ابطال اخذناهم بالتفاصيل، وهيو شو ماله رجع حكينا عنهم كمان مره. تمام، تفاعلات اخرى مرتبطه بالكليفج للاو الكحول، يعني فقدان كلي للاو اتش اللي هي بقدر اعمل اليمينيشن، والريجنت اللي بعمل اليمينيشن يا ابطال شو هو H2SO4، بعمل ايش دي هايدريشن، وعمل الدبل بوند. وكله صح، انت شاطر، انت صح، انت شاطر. ايوه تفضل. مين معلش. But I even also can add the HX and do ايش بروتونيشن، تعمل بروتونيشن وبعدين ايش نيوكليفيل. اوكي، كنا عندنا هذا لوكس، بنزيد عليه زد ان سي ال عشان يسرع ويرفع ليه تمام عمليه السبستيوشن. وايش ضل عندي؟ في بعض الريجنتات يا ابطال اللي مباشره بتشيل او اتش وبتحط عليها اكس. ايش هذا عمليا سمري لمين؟ للاشياء اللي احنا اخذناها في كليته مع فضل كليته مع مين؟ مع بعض. تمام، كان عندي شيء بالاعاده تقريبا هيك بتكون ماله تشابتر عندي خلص، اللي هو ولا ما خلصش لسه؟ اشوف. تمام، شكله خلص تشابتر. تمام، ما تبقى هي تفاعلات انت بتسموها فيها على اشياء احنا اوريدي ايش ما اخذناها. خلينا ابطال نروح وين هسه على، خلينا ابطال نكمل على التشابتر الثاني. تمام، اللي هو تشابتر 11 خلصناه. خلينا نروح على 14. 14 كوف زيرو، واللي هذا التشابتر يا ابطال تشابتر جديد لطيف، يتحدث عن، شايفين الشاشه تبعتي؟ تحدث عن ايش يا ابطال؟ تحدث لا عن لا كنت مش ظاهر. شو مبيني؟ اسف مبيني لا لا ايثرز. تمام، لا يا ابطال التشابتر نفسه تقريبا قبل شوي حكينا عن ويليامسون سينثيسيس ايثر، احنا كمان مرة بنتحدث عن تحضير الايثر والايبوكسايد والثيرو ايثر. اكيد الايبوكسايد هذا مر معنا، والايثر جزئيا كمان مر معنا، ظل بس عندي الثيرو ايثر اللي هو الانالوج تبع مين؟ الايثر، بس لما يكون في عندي ايش سلف كبريت يعني. So in this chapter بدنا نتحدث عن الايثر بشكل عام والايبوكسايد والفيزيكال بروبرتيز تبعتهم، وبعدين يتم الستراكشر بروبرتيز، وبعدين رايحين نغطي ايش يا ابطال؟ رايحين نغطي التسميات تبعتهم، وبعدين ايش التفاعلات، ومن ثم ما توفر من ميكانيزمات، ما توفر لنا من ميكانيزمات. تمام، يس، وانس مور الايثر شو هو؟ الايثر يا ابطال شو انت يا ايثر؟ الايثر بقول لك انا عباره عن ار او ار، ار او ار، يعني هذا عباره عن مركب كيميائي يفصل ما بين الالكيل ذره اكسجين. عندي اثنين الكيلات يفصل بينهم اكسجين، ولا يوجد عنده مجموعة الهيدروكسيل مثل الكحول، ولا حتى like the water. So similarly, it is with oxygen, it is oxide, compound في oxygen, لكن ما فيش في هيدروجين. تمام، وبالتالي صاروا يسمونا ودلعونا إياه اسمه من يوم طالع. أنت اسمك يا شاطر إيش؟ إيثر. إيش اسمه؟ إيثر. ومقطع ايثر يا ابطال مقطع يميز هذا المركب، ويمكن تصنيف الايثر
حسب طبيعة هذول الألكل. إذا كانوا الألكلتين زي بعض نسمي السيمتريكال، سيمتريكال زي داي اثنين يعني إيثيل إيثال، هاي صح، داي إيثيل إيثال، داي إيثيل إيثال، تمام. سيمتريكال لأنه الألكل جروب ايدنتيكال نفس الشيء. اذا طلينا على هذا المركب طوال من لافي، هاي مثل وهاي ايش؟ فينل. فمن كله انت من يوم طالع اسمك مثل فينل ايثر. التسميات هاي ما هيش ايوبر، هذه درجة العادة يعني. وقد تجد سايكليك ايثر، سايكليك ايثر قبل ما ابعد هذا اختلفوا بنسميه انسيمتريكال، انسيمتريكال هذول يا ابطال سايكليك ايثر، ومن دلو هذا بنسميه تترا وهيدرو فيوران، تي اتش اف، تترا هايدرو فيوران، وهو مذيب، يستخدم سايكليك ايثر مذيب. وطبعا هذا السيمتريكال لانه الجزء هذا طرف هذا اللي شبكه فيه الاكسجين ار ايدنتيكال، زي بعض، زي بعض بهالسبب كنا عنه اسم سيمتريكال ايش؟ سايكليك ايثر. سايكليك لانه مغلق، سايكليك لانه ايش يا ابطال؟ عامل سايكل هيتيرو سايكليك، لا لا يعني سايكل مع وجود ذره غير الكربون، عاده بنسميه هيتيرو سايكليك كومباوند، حلقه فيها ذره غير الكربون او غير متجانسه مع الكربون، تمام. الكومباوند هذا يا ابطال بولر، لكن البولاريتي تبعته مش واو زي الكحول، تمام. So it is polar، الدايبول مومنت عنده اكثر من واحد، والسر في هذا انه الاكسجين عليها شمالها عليها 2 امبير، بيعملوا شد داخلي اللي كنا عنه الدايبول مومنت، وبالتالي المركب بيكون ايش؟ بولاريز، يعني ايش؟ تقدر تقول عنه بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نكتب. الأكسجين تهجينها اس بي 3 1 2 3، واللون بير كنا من عندهم كرابطة، وبالتالي تهجينها اس بي 3. الزاوية شوي سكويزد، لا مرتاحة شوي نوعا ما، تقريبا 110 يعني قريبة من الريجولاريتي، 100 كانت 109 ونص، سو يعني قريب جدا من الريجولاريتي like water for example. The compound then, so it is polar compound and considered to be dipole compound in our story. بالنسبة لل physical properties and especially solubility will boiling point of ether, since the ether are without hydrogen bond، لأنه بعملش hydrogen bond، تمام. Therefore, the molecular weight تبعته في حالة كان متساوي مع أنالوج للألكحول، ستجد بأنه يا أبطال البويلينج بوينت تبعته شمالها منخفضة جدا. يعني لو طلعنا على الداي مثل، هاي داي مثل إيثر اللي له موليكولار ويت ايدنتيكال مع مين؟ مع الإيثانول اللي له موليكولار ويت سيميلار، ستجد بأنه الإيثانول البويلينج بوينت تبعته 78 بينما ناقص 25 للداي إيثل، داي مثل إيثر. ليه؟ بقول لك ببساطة لأنه الإيثر cannot develop hydrogen bond interaction ما بين المولكيول. لهذا السبب بشكل عام إن الإيثرات بتكون درجة غليانها أقل من المتوقع أو قليلة، والسبب في هذا إنه لا تطور هيدروجين بوند كما هو الحال في المية والألكحول، تمام؟ وبالتالي تصبح مالها with low boiling point بدرجة غليان منخفضة، يعني الإيث داي مثل إيثر عند الروم تمبرشر بيكون جاز، عند الروم تمبرشر ل 25 درجة، درجة غليان وناقص 25 إيه بتلاقيه جازز، هتلاقيه جازز. بينما لو اخذت الداي ايثر بسبب انه شويه زادت الالكيل صارت درجه غليانه 25
ماشي 30 يعني ات روم تمبرجر متوقع انك تلاقيه وتلاقيه ليكويد بس فولاتايل متطاير، بكون في معنى معنى ابطال متطاير. الكلام هذا كمبيرد باي بنتان، طلعوا ما في عندها لا اكسجين ولا دايبول مومنت ولا هيدروجين بوند، therefore البويلنج بوينت تبعتها البويلنج بوينت تبعتها بتكون منخفضة أكثر وأكثر. تمام يا أبطال. So since we don't have في الألكان لا عندنا لا عندنا أكسجين ولا عندنا دايبول مومنت، فقط فاندرفال، سو متوقع إنه يكون البولينج بوينت تبعهم أقل نوعا ما. So بشكل عام الإيثر ما عندوش هيدروجين بوند لهذا السبب، ما عندوش هيدروجين بوند لهذا السبب، متوقعين انه ماله، متوقعين انه يكون البويلنج بوينت تبعته اقل من الكحول والووتر لكنه اكثر من الكان، اكثر من الكان. تمام جود. بالنسبه للسوليوبيليتي في الماء، يس الايثر considered to be polar solvent therefore مع الكحول it can develop a hydrogen bond, therefore it is partially soluble in water. ليه؟ لأن الأكسجين الموجود على الكحول على ال... على مكان هي ريزيد، الأكسجين الموجود على الإيثر، الأكسجين الموجود على الإيثر عليه لون بير، وبالتالي يعني كان بي اكسبتور للمين للبروتون، البروتون وكله تعال نعمل مع بعض هيدروجين بوم. Therefore الكحول والايثر expected to be soluble مع بعضهم البعض. اذا طلعنا الايثر يا ابطال لحاله ما بيعمل هيدروجين بوم، ليه؟ لانه ما عندوش بروتون اللي هو الاتش ايش بولار، هيدروجين المستقطب اللي سميناه بروتون مش موجود عنده، موجود في الميه واللون فيه. عشان يتكون هيدروجين بوند يو نو لازم يكون في عندي هيدروجين لهذا السبب وتكون مالها بولر، وفي لازم يكون في عندي ذره اتليست عليها ايش لون بير، اتليست عليها لون بير. سو الكحول مع الايثر كان ديفلوب هيدروجين بوند، عندي دونر بروتون وبروتون دونر وبروتون اكسبتر، وبيعملوا ايش يا ابطال، بيعملوا انتر اكشن ونسميه هيدروجين بوند اللي بيعطي سترونج سترينث في حال كنا نتحدث عن البويلنج بوينت، وبزيد السوليوبيليتي في حال كنا نتحدث عن ايش السوليوبيليتي. تمام الايثار
شفنا الفيزيكال بروبرتيز تبعت الايثر نوعا ما يا ابطال، الايثر ماله ستيبل، نوعا ما ستيبل تمام. And yes, to prepare ether عندنا لحد الآن طريقة ويليامسون حكينا عنها، طريقة ويليامسون اللي حكينا عنها. So what we have here، أول شغلة بنسويها بنحول الألكحول زي ما قلنا لكم إلى الكوكسايد. الكوكسايد البي هذه اللي هي البيس، قد تكون مثلا صوديوم بوتاسيوم أو صوديوم هيدرايد اللي كنا حكينا عنها. تمام تمام يا أبطال، كنا حكينا عنها. So in case alcohol can be converted to alkoxide. تمام، الالكوكسايد هاي react كنا عنها قبل شوي with primary alkyl to prepare keto to prepare ether to prepare ether. So at, yeah of course yes ether is used as solvent. Yeah, it's considered to be solvent. وعنده lone pair, therefore considered to be strong polar base. صار عندها أو strong polar base solvent. وإذا بتتذكر أبطال كنا نستخدمها عشان نعمل stabilize Lagrangian، كنا نستخدمها أو دائما نستخدمها عشان نعمل stabilize لمين؟ لجرينيال. تمام؟ يس. مشكلته انه الفولاتيليتي اللي هي بتكون متطاير، فمثلا لما تتعامل مع هذا السولفنت اللي هو الايثر او الداي ايثر ايثر، كون انا بدي استخدم درجه حراره منخفضه عشان شو ماله هذا السولفنت بكون متطاير. بنرفعوا البويلنج بوينت تبعته باستخدام اثنين ميثاقسين، شايفين يا ابطال كانه داي ميثوكسي، كانه داي ايثر من شكلين، داي ميثوكسي ايثان، داي ميثوكسي ايثان، او بيستخدموا ايش يا ابطال السايكليك ايثر، سايكليك ايثر عشان يرفعوا درجه الغليان. التي اتش اف كونسيدر تو بي جود سولفنت ايثر، ليه؟ لانه درجه غليانه احسن من ال 35 تمام؟ وال 1,4 ديوكسان أو المشهور باسم ديوكسان درجة غليانه 101. يس، حسب الحاجة اللي أنت بدك فيها فبتتعامل مع الإيثر ك basic solvent strong base basic solvent since it is with oxygen which is considered to be donor. So here is an example عليه، شايفين أبطال اللي عندي مثلا كتايون عند نايل، لانايون فري والكتايون ابطال هياته البوزيتيف تشارج was solvated، يعني تم احاطه بمين؟ لانه شحنته موجه، therefore شو مال الالكوهول او عفوا الاكسجين اللي هي ها شو ماله عمله solvated، solvated يعني احاط فيه where the anion is free where the anion is unsolvated. مقارنة مثلا بالالكحول، مثلا الالكحول هيعمل الاكسجين لون بير تعمل solvated لمين؟ للكتايون، والهيدروجين اللي هي considered to be partial positive solvated لمين؟ للانايون. So you see here both anion and cation are solvated by alcohol. Meanwhile, إذا استخدمنا الإيثار only cation is solvated and anion is free nucleophile، فصار strong nucleophile، كأن مسكنا الموجب وخلينا السالب يهجم، فصار إيش؟ سالب available، صار عندي strong nucleophile solution، strong nucleophile solution. ليش؟ لأنه الإيثار مسك الكتايونات وساب مين؟ الايونات حرات. تمام، هيا رجعنا كمان مره، هيا ابطال الايثر بيعمل ستابلايزيشن لمين للجرينيارد، هذا ار ام جي اكس، بعدين 2 مليكيول اوف ايثر ار كوردينيتد
عاملي كومبلكس مع مين؟ عاملي كومبلكس مع المغنيسيوم اللي موجود في جرينيا، وعملت له ايش؟ استابلايزيشن. سو ات كان استابلايز جرينيا، مش بس السوليوبيليتي، وعندها بتعطيه استابلايزيشن باي كوردينيشن. هذا اسمها كوردينيشن كوفيلنت بوند، وهذا كليته اسمه ايش ابطال؟ كومبلكس. هذا ايش؟ كومبلكس. سو اتس ايثر كان بي يوز از جرينيارد ريجنت ستابلايزر. ستابلايزر كمان شغله مهمه، زي ما انتم شايفين ابطال، جاب الكراون ايثر، واجي قال لك يو نو الكراون ايثر، سبق اني حكيت عنه. هذا ابطال اسمه كراون ايثر، كراون زي التاج، كراون ايثر. ايش بيسوي الكراون؟ قبل ما ابعث الكراون يا ابطال، 12، الرقم 12 كل الذرات بما فيهم الكربون، 1 2 3 4 كلهم 12، والرقم هذا بيمثل عدد الاكسجينات اللي موجوده في السايكلينج. سو 12 كل الكربونات انكلود الاكسجين، والاربعه هذه لمين؟ للاكسجين. سو ذيس از كراون ايثر، والكافيتي تبعته شو مالها؟ الفراغ اللي موجود هنا صغير، ذيرفور بنط في مين؟ الكتايون الصغير لايك الليثيوم. الكتايون اللي اكبر منه اللي هو الصوديوم بده كافيتي اكبر، لهذا السبب جبنا 15 كراون 5، 15 اتوم وخمسه اكسجينات، صار الكافيتي اكبر، نطت وين؟ في جوا مين؟ كامبلكس. طبعا مسك الكتايون وساب الانايون تبعه فري. سو ذيس از نيوكلوفيليك سوليوشن. تمام، الان بوتاسيوم بدي اعمل له كابتشر، بوست جيست كيمستري بسموها هذه، كابتشر. بدي امسكه، شو بسوي الابطال؟ بجيب له ايش يا ابطال؟ كراون اكبر. مين الكراون الاكبر؟ 18 مشهور و6، 18 جميع الكربونات و6 اكسجينات، الكافيتي تبعته كبيره، والبوتاسيوم ماله ابطال، نط في الوسط وصار له ايش؟ سولفيتد، انحبس، صار له صوت. سو ذي بروتكت كابتشر، كابتشر مين؟ الكتايون، اند ليف ذا انايون. سو ذا سوليوشن از، في نهايه المطاف سوليوشن از نيوكلوفايد، نيوكلوفيليك سوليوشن، يعني اللي كان مع الليثيوم ولا الصوديوم ولا البوتاسيوم اللي هو اكس، صار ماله اكس نيجاتيف 3 في السوليوشن، لان الكتاين ماله was captured by the cavity of crown ether according to their volumes، على الحجم تبعه. تمام يا ابطال؟ تمام. بالنسبه للايباك نيميكليتشر، تسميه الداي مثل ايثر ما في عندنا، هذه تسميه قديمه. ان ينتهي الاسم بايثر، هذا اسم قديم، لا بد من وجود تسميه تتلائم مع الايباك. تسميه تتلائم مع الايباك سمبل. باجي يا ابطال بتطلع، شو بسوي؟ باخذ الاكسجين لمين؟ بعطي الاكسجين للجهه الكربونيه الاقل. دائما هيك بنسوي في تسميه الايثر، جميل تبع عندي، بعطي بجيب الاكسجين مع مين؟ مع الكربون الاقل. ليه؟ لاني بدي اخلي الكربون الثاني اللي فيها ايش؟ كربون اطول، سلسله كربونيه اطول، السلسله الكربونيه الاطول بخليها لحالها. طيب اوكي، هذه الفانكشن جروب اللي هي الاكسجين مع المثل، صار اسمها ايش يا ابطال؟ ميثوكسيل. صار اسمها ميثوكسيل، ميثوكسيل، ميثوكسيل. تمام، مع انه مانع زي الفل. طيب باجي بشوف اطول سلسله كربونيه، عدوا معي 1 2 3، اذا هذا بروبان لازم ينتهي. على الموقع رقم 2 في مجموعه الميثوكسيل ومجموعة المثل. So 2 مثل 2، أخرنا الميثوكسل. أوكي، 2 مثل 2 موتكسل، ال بنطيرها، وأطول سلسلة 1 2 3 بروبان. تمام، دلع هذا ميثوكسل إيه، وهي سايكلو هيكسان، صار اسمه ميثوكسل، لا حاجة نحط واحد ميثوكسل سايكلو هيكسان. هذا يلا ايه؟ ميثوكسيل ايثان، ميثوكسيل بنزين. اشوف ايه، هاي هاي هيك هيك، ميثوكسيل
تمام، وهاي كلور. إذا وأقوى سلسلة كربونية كربوني واحدة، ميثان، ما ظلش غير الكربوني، صار اسمه كلورو ميثوكسيل ميثان. كلورو ميثوكسيل ميثان، ندلع نفسنا في مين؟ يلا يا أبطال استعدت نسمي هذا. هاي تمام، الحمد لله أجت إيثوكسيل. إيثوكسيل أطول مجموعة كربونتين، أوبا، وعليهم إيش يا أبطال؟ وعليهم مين؟ الكحول. سو يلا نشوف شو نسميها. على الكربوني هاي واحد اثنين، على الكربون اثنين في ايه تو اتوكس. تمام، هات الايه بس من هنا، والله هات ايه هنا. ولا لا غيرناها؟ لا صحيح، ايثوكسي ها ايه تو سي، راحت الال اثنين ايثوكسي. يلا يا ابطال يلا، نهاية الكحول، كحول افضل إيثانول. سلسلة اي إيثانول. ايثان، راحت الاي شحطة واحد اول تمام. ميثن ميثن يا هذه، وهاي معطي البرايورتي واحد اثنين اثنين. ميثوكسل رجعت الميثوكسل، لا واحد لانه الفابتيكال واحد. كلورو كلورو اثنين ميثوكسل تمام، سايكلو سايكلو بيو كان، وبطلع هاي وهاي بعكس بعض، المثل والكلور عكس بعض، وبحط هنا ترانس ترانس. طيب I will leave other for me، بسيب الأخيرة هذه بس لكم. إيه لو بجوز كون حطهم تفضل. نرجع أوبا، رجع لنا ويليامسون، رجع لنا ويليامسون. ويليامسون يا أبطال الكوكسايد بيهاجم الكل، الكل مين؟ الكل مين؟ الكل هالايد برايمري، could be primary. So this is الكوكسايد تمام، صوديوم عشان يطلع الالكوكسايد ده، وحط هنا تسليتد برايمري، كل هاي بتطلع وبتخش محلها. So now we are with the ethoxyl cyclohexane. Ethoxyl cyclohexane. Once more the same story, similarly هاي ethoxy، وبعدين هطلعها في الصوديوم هيدرايد، وبعدين يصير نيوكلوفايل بتهاجم ميثيل ايدايد، بتطلع اليود وبصير عندي ميثوكسي. تحضر ميثوكسي كلمه تمام تمام اوكي. الان بدنا نشوف واحد اجى، هذا مهم، واحد اجى قال لك انا عندي جميع، انت عندي هاي، انا عندي هذا الكومباوند هاو تو بريبير. طلع عندي ذيس كومباوند هاو تو بريبير ذيس كومباوند، يعني بدي ارجع في ريفرس واللي بنسميه ريترو سينثيسيس. قدامي خيارين، اول خيار الاول يا ابطال اني اقول هاي اليونت معناته الالكحول، واللي تبقى هو الهلايد، او العكس تمام، معناته اني اجي اقول كل هاي اسمها الكحول، وهاي طلعت الالكوكسايد، والجزء الثاني هو ايش يا ابطال؟ الهالوجين. هذا الكلام بيمشي ليه؟ لانه keep in your mind انه هذا التفاعل يا ابطال بيمشي اس ان 2. So if I keep this على tertiary, so الكربوكاتيون شو ماله؟ بده يكون موجود، بصير lovely الكربوكاتيون. Tertiary is not favored في مين؟ في الاس ان 2، ولهذا السبب ما حيمشي التفاعل، حيصير في عندنا إلا منيش، ما حيمشي.
هيصير في عندنا اليمنيشن، يعني الميثوكسي هتاخد بروتون وتعمل دبل بوند ويطلع عندي يعني. طيب كيف بحضرها؟ الحل الاخر اني شو اسوي؟ اجيب الالكحول مع مين؟ مع البارت هاد، واخلي الالكيل هاي مع الهالايد، هيك تطلع برايمري. شايفين؟ تطلع هذا بيمشي، هيك بيمشي. ليه؟ لانه التفاعل يا ابطال سوت كولد ريتروسينثيسيس. اذا جبت لك المركب هذا وقلت لك حضر لي اياه، فالحل انك تخلي الاو مع مين؟ مع هذا البارت، والبارت الثاني تعمل مع الهالوجين، فور اكزامبل سي ال بي ار وات ايفر. ليه؟ لانه الالكين هالايد ماست بي برايمر عشان نضمن انه التفاعل بيمشي بميكانيزم اس ام 2. اذروايز اذا عملت العكس وخليت على هذه تيرشلي، الهلايد على التيرشلي، يو ويل نيفر هاف ويليامسون، يو ويل هاف الالكين، حيصير في عندي اليمنيشن. سو يو سي هير الميثوكسي وين يا ابطال؟ او الالكوكسي، سوري الالكوكسي ايوان، واجي بهاجم الالكيل هلايد اللي هو برايمري، طلعه بيطلع عندي البرودكت without elimination. Without elimination. تمام؟ تمام. دير بالكم مهم الكلام. So how to use your part. تمام. الآن بنعمل synthesis of phenyl ether باستخدام نفس الطريقة. هاي عندي الفينول بحوله لفينوكسي. بيجوا حبوا كله بستخدم صوديوم هيدرايد، صوديوم بتاع، بقول لك لا هذا سترونج بيس ديرفور بستخدم سترونج اسيد ديرفور بستخدم له البيس التالي لصوديوم هيدروكسيد. شو دورها؟ بتاخذ البروتون وبتطلع من الميثوكسيد والفينوكسيد صار اسمه، والفينوكسيد بيهاجم مين؟ بيهاجم مين؟ بيهاجم هذا اللي هو مين يا ابطال؟ بيهاجم الار اي. تمام؟ خلينا نرد على التليفون لبيك ورجعكم. ما في مشاكل. الأبطال وبتكون عندي زي ما انتم شايفين الإيثر الفيديو. بيوتوكسل، التوكسل نيترو بنزين، هاي صار 1 2 3 بيوت التوكسل، صار اسمها بيوتوكسل نيترو بنزين. تمام. سو كل اللي اختلف علينا انه الفينول لانه سترونج اسيد، بدل ما استخدمه صوديوم بوتاسيوم صوديوم هيدرايد، بروح مستخدم له ايش؟ استخدم له يا ابطال مين؟ بروح مستخدم له صوديوم هيدرايد فقط، وبيمشي زي الابطال مع مين؟ مع ويليامسون ايثر سينثيسيس بروسيجر. تمام. الايثر مع الزمن بصير له اوتو اوكسيدايزنج، بالفعل الاكسجين اللي موجود في الجو مع الزمن بصير له اوتو اوكسيديشن، تاكسد ذاتي، تاكسد ذاتي. بيجي على الاكسجين هاي الكربون المجاور تبعتها، بحط ايش؟ البيروكسيد، هاي مجموعه او او اتش البيروكسيد، بصير اسمه هايدرو بيروكسيد. الهيدرو بيروكسيد قد يتأكسد وتدخل وين؟ أكسجين في جوه في الرينج، وصار عندي أكسجينتين بجنب بعض، صار اسمه بيروكسيد ألكيل بيروكسيد. So simple بتأكسد either تضيف مجموعة الهيدروجين بيروكسيد أو بتدخل الأكسجين وبتكون OO بطلع لي داي ألكيل بيروكسيد، داي ألكيل بيروكسيد. هذا exists أكسجين، يعني بياخذ وقت كنت تعطيه حتى يعني تخليه يتكون، هذا تفعل اكسس اكسجين ويك اور مانث، حتكون عندي زي ما انتم شايفين ابطال الهيدرو بيروكسيد او الداي ايزو بيروكسيد، اما بكون طرفي او الاكسجين بتدخل بجنب اختها وبتكون لي الالكيل او داي الكيل بيروكسيد. يعني ساعده شوي انه يكون في شوي مي في التفاعل هذا، لكن تفاعل بطيء، وبالتالي نعم بالتالي نخاف منه مع الزمن. تمام. الآن يا أبطال بدنا نروح على التفاعل اللي هي synthesis of epoxide، واللي كنا عنه هو epoxation
وانا ماشي سريع لانه اخذناه الحكي هذا. ايه ايبوكسيشن، تتذكروا يا ابطال لما كنت احكي عن مسبر ايجنت، سبر ايجنت اللي هي قلنا ميتا كلورو بريكسو بنزويك اسيد، ميتا كلورو بريكسو بنزويك اسيد، او اللي هو بيشبه الكربوكسيليك اسيد بس فيه اكسجيني شو مالها زياده، في عنده اكسجيني زياده، وبالتالي هذا شو ماله يا ابطال، قلنا عنه ريجنت متخصص شو بعمل، بيجي بعمل انسيرشن للاكسجين هاي وين على الدبل بوند، وبعمل لي ايش سن اوكسيديشن اديجين، وبيطلع ايش يا ابطال، بيطلع لي الايبوكسايد، بيطلع لي الايبوكسايد. طبعا الباي برودكت اللي هو كربوكسيليك اسيد اللي انسركت اكسجينته، شايفين يا ابطال صار في التفاعل انه هاي الاكسجين بتنسرق، وين بتروح؟ زي الطلق بتروح على الدبل بوند بتكسرها، بتكون سيجما من هان وسيجما من هان، بتكون سايكليك تري ممبرين في اكسجين، ودلع نفسك بنسميه ايبوكسايد. ايبوكسايد والباي برودكت اي دونت كير اباوت باي برودكت، اللي هو كربوكسيليك كونجيجيتد كربوكسيليك اسيد، اللي هو بيروكسايد اللي انسرق منه مين يا ابطال الاكسجين تبعك. الريجنت هذا احفظوا لي اياه عشان اسهل عليكم، مسبر ايه؟ كلورو بيروكسو بنزويك اسيد، هو ريجنت جيد ويمكن استخدامه. نعم، في عندي ريجنت ثاني كنا يا ابطال بيشتغل نفس الميتا كلورو بيروكسو بنزويك اسيد، واللي دلعناه سميناه مغنيسيوم مونو بيروكسو فاثاليت، مغنيسيوم مونو بيروكسو فاثاليت، او اللي هو ام ام بي بي، احفظ ام ام بي بي، ام ام بي بي او ليش المسبر ايجنت. جبنا المسبر ايجنت حطيناه وين في دبل بوند، هوبا بيجي بكسرها ودخل الاكسجين. لكم ليش ما كسرش الثاني؟ بيكون ايكوفالنت او ايكوفالنت، مين معناته انشط، هذه ولا هذه؟ هذه انشط، ليه؟ لانها تيرشلي، هنا هنا في كربون وهنا ايش؟ في هيدروجين. لكن لو حطينا اثنين يا ابطال يا محترمين هيكسر هاي وايش ويعمل ايش؟ ايبوكسايد من الشق الثاني، صار داي ايبوكسيشن، صار داي ايبوكسيشن لو حطينا ايكوفالنت 2. لكن بما ان حطينا واحد بضرب وحده والانشط، وبضرب وحده يا ابطال مين؟ وايش؟ والانشط، وبضرب وحده وبضرب والانشط. سيم ستوري، لو نجيب المغنيسيوم مونو بيروكسيل فيثاليت ام ام بي بي، ايش بيسوها؟ وين في دبل بوند بشمشم وهوبا بكسرها وبدخل لي ايش ابطال؟ اكسجين، وبدخلها وبدخل لي اكسجين، بدخل لي اكسجين. طيب تمام، تمام. الان ليش سمى اي انتي جيجن اي زامن مع اي ابطال واحد اثنين اي؟ ليش طلع ايه؟ طلع شو سمى؟ لانه بلشنا اي، هاي الفونيمتي تبعتها وهاي البرايورتي تبعتها، بتذكريها البرايورتي، they are in opposite direction وهذا سميناها ايه؟ حكيت عنه الحكي هذا، برايورتي فينل والنايترو they are in، بس طلعوا شو سماها؟ هيحكي عن التسمية، نسمي كمان شوي نحكي عن التسمية، برجع لها لما اعطيكم القواعد، تمام، إذا طلبتم. تمام اوكي. الان الكحول في عندي طريقه ثانيه، طبعا في عندي طريقه، في عندي ابطال طرق ثانيه لتحضير الايبوكسايد. طبعا اذا استخدمنا الهالو هيدراين، ايه هالو هيدراين، عفوا الهالو هيدراين، نحط عليه بيس، البيس هاي بتسرق البروتون، صار في عندي انترنال بيس، تعمل باك، تعمل باك بيت، باك بت حب حالها من الخلف بايش؟ بزاويه 180، ميكانيزم اس ان 2 مجبر اخاك، ميكانيزم اس ان 2 بيطلع لي ايش؟ الايبوكسايد. So we can prepare epoxide starting from hello hydride, hello hydrine, hello hydrine in basic medium. السؤال الكبير يا ابطال، how to prepare hello hydrine اللي مر معنا،
الهيدران بيتم تحضيره بذكرين من جيل X2 مع ووتر، بدل مع CCL4 بنحطها مع ووتر. الخطوة الأولى بتكون يا أبطال للذكرين الكلورونيوم، أخذنا الحكي هذا كإنترميديات، وبعدين المية بتهاجم بفتح بتكون إيش؟ ترانس، لأن الاتجاهين متعاكسين، وحتى كان يمشي مع مارك ميكو، الكلام هذا أخذناه، وبالتالي بتكون عندي الهالو هايدراين، هذا بسميه كلورو هايدراين، كلورو هايدراين. حط بيس عليه، تنسرك البروتونات، صار نيوكلوفايل، نيوكلوفايل بيهاجم جاره باك بيت، العض من الخلف تطلع ايه اس ام 2 ميكانيزم، هوبا ايبوكسايد، طلعنا الاكس سايكليك. تمام، مر معنا الكلام هذا، اخذناه في لما كنا نحضر الهالو هيدراين او الادشن رياكشن، كان الادشن رياكشن. تمام، كمان في عندي كمان تفاعل يا ابطال، انه لو جبنا مثلا زي ما انتم شايفين، شوفوا يا ابطال الهيدروكسيل فانكشن جروب موجوده على مكان، عدوا معي 1 2 3 4، اذا هاي 2 6، اوكي مع انتو. وبالتالي اذا جبنا بيس، البيس حتسرق البروتون، ولهاي البيس هو 2 6 لوتيدين بيريدين لوتيدين او 2 6 داي ايثيل داي ميثيل بيريدين، داي ميثيل بيريدين حتسرق البروتون، كون عندي ابطال الالكوكسايد انترنال، هوبا بهاجم مين؟ بهاجم مين يا ابطال؟ بهاجم الكلور اللي اصلا مش موجود مجاور له على الكربوني، 1 2 3 4 بعيدة عنه ب4 كربونات، بس لما بيعمل سايكل هوبا بيعمل 5 ممبر رينج سايكلينج. So this is goes to be 4 لا 5 ممبر رينج سايكل، 4 كربونات اكسجيني، وبالتالي ابطال بعمل سايكلايزيشن وبحضر لي السايكليك. اها هذا ابطال السايكل اللي بيكون فيها اكسجيني، ايش كنا قبل شوي عنها؟ كنا عنها ايش؟ تي اتش اف فيوران تترا هيدرو فيوران. So here symbol reaction where epoxide can be prepared epoxide or furan cyclic ether can be prepared by adding phase then internal ايش ابطال internal nucleophilic substitution SN2 عشان يعمل سايكلايزيشن. سايكلايزيشن المره هذه عامل 5 ممبر رينج، 5 ممبر 6 ممبر رينج از ستيبل، therefore it is can be done. It can be done. تمام. Yes it is. انا عندي summarize للموضوع، هي احنا عندنا summarization. لا حكي هذا حكيته. تمام. Good. Then next step we'll talk about ايش يا ابطال؟ انه رينج اوبن ابر، حضرنا الايبوكسايد بدنا نعمل له رينج اوبن ابوكسايد او ايبوكسايد. تمام، اذا جينا لاي ايبوكسايد يا ابطال واضفنا عليه اسيد، مر معنا اسيد او هيدرونيوم او ميه وفيها شويه اسيد، هيعمل immediately protonation لمين؟ للالكحول للاكسجين الموجود في الرينج تبعت الايبوكسايد. هذه البروتونيشن بتسهل عمليه الفتح تبعت الرينج، وبالتالي يصير التفاعل اسيد كاتالايز اوبن رينج رياكشن، اسيد كاتالايز هيدروليسيس اذا كنا نتحدث عن اضافه الووتر. Yeah. So what's happening here؟ اني انا بضيف الميه، المية بتيجي از نيوكلوفايل وهوبا بتهاجم، والايبوكسايد بتفتح بتكون عندي هيدروكسيل، والمية ايش يا ابطال هياها ما يلبث انه ابستراكت بروتون انذر مولكيول الووتر بيعمل دي بروتونيشن. شو اللي طلع عندي؟ داي هيدروكسيل طلع عندي 2 هيدروكسيل، بس شو مالهم؟
مجبرات انهم يكونن في اتجاهين متعاكسين، لانه الادجن انتاي ادجن. ولهذا السبب here you prepare trans cyclopentan 1 2 diol. صار عندي الدايول 1 2 دايول اللي موجود ايش في الترانس. They are anti adhesion. They are anti nucleophilic adhesion. Anti nucleophilic adhesion with mechanism SN2. There is no carbocation intermediate. There is no carbocation intermediate here. So simply, if I add hydronium to the epoxide, I finished at the end of the story with dihydroxyl, which they are in opposite direction. يكونوا في اتجاهين متعاكسين لأن الميكانيزم anti addition. The reaction is catalyzed by acid. So we call acid catalyze hydrolysis or acid catalyze ring open. تمام، reactions. Yes, here is it. Once more, بعد التفاعل بس أعطانا steps. Here is protonation. تمام. Ring open and deprotonation to prepare the product. Yeah, simple. Yeah, protonation. سوري، انا استخدم او استخدم بدل المي سوري استخدم بدل المي مين يا ابطال؟ ار الكحول. That's what's happened exactly. ما في عندي اي مشكله. الار اللي كانها تخيلتها مي، تعمل اتاك تمام، تفتح الرينج، وبعدين واحد مولكيول من مين؟ من الكحول، بعمل دي بروتونيتد، بسحب البروتون. ايه، بدل ما تكون داي هيدروكسيل كون هيدروكسيل ومثل، فدلع نفسك. هذا بسموه ايش؟ ميثوكسي اول. ميثوكسي اول يعني ايش يا ابطال؟ ميثوكسي ايثر وكحول، ايثر وكحول، ولازم يكونوا في اتجاهين متعاكسين لانه الادشن از انتاي ادشن. الادشن شو ماله؟ انتاي ادشن. تمام، في اتجاهين متعاكسين، وبالتالي بيطلع عندي 2 ميثوكسي سايكلو بنتانول. بنتول، مش عارفين نحكي. تمام، شو بيطلع عندي يا ابطال؟ ايوه، ترانس، لان في اتجاهين متعاكسين، اتجاهين متعاكسين ترانس، سياتهم على 2، صار في عندي 2 ميثوكسيل. تمام، سايكلو بنتا، واحد ما حطاش لانه على واحد اول، وخلصت. وايش ابطال؟ خلصت. تمام. جود، تمام، مش تمام. اوكي، جود، تمام. اوكي، واتس هابنز هير؟ الآن الآن استخدام، طلعوا شو استخدمت يا أبطال؟ HX HX أول خطوة بصير بروتونيشن. يا سلام، بروتونيشن. والخطوة الثانية بيجي الهالوي بيهاجم از نيكروب. إيه، شو حضر؟ هلو، مين هذا يا أبطال؟ هلو هيدراين، حضر الهالو هيدراين. So when I add على الايبوكسي اتش اكس اي جوت هالو هيدرون. حبيت اشيل الكحول هاي، بقدر اشيلها اتش اكس واشيلها. واذا حبيت تقول والله مر معي ريجنت لايك مثلا بي سي ال 3، بقول لك ما عندي اي مانع. بصير داي ايش يا ابطال؟ مش هالو، صار هالو هيدرون، صار هيدروجيني، هالوجينيشن صار totally halogenation. So we can prepare halohydrine, and halohydrine can be converted to
هالوجينيتد داي، ما عندي مانع، داي هالوجينيتد الكان، تمام. وذات كان بي هابن باي روتينيشن، فقط عمليه للروتينيشن. هاي الخطوه يا ابطال، هوبا، اذا عملنا اضفنا هيدرونيوم بطلع الداي هيدرايد، تمام. اذا اضفنا هيدرونيوم فولود باي الكحول بطلع الميثوكسي اول، اللي هو الميثوكسي مع الاول. واذا اضفنا اتش اكس بنطلع الهالو هيدراين، حبينا نكمل ونطلع الداي هيدرايد، داي هال داي هال هاي داي اكس داي اكس داي هالوجينيشن هالوجينيشن، تمام. هذا السمري تبعت الرياكشن، تمام. يا وانس مور، واحد بقول لك ما بدي اتعامل مع كلورينيت، ما بدي اتعامل مع اسيد، بديش اتعامل مع اسيد، بدي اتعامل مع بيس مباشره. بقول له حياك الله البيس نيكلوفايل، تهاجم واحده من هذول وتعمل اديشن، تمام. هي بيطلع نفسه، نعم بيطلع نفسه، بيطلع نفسه سواء استخدمت الاسيدك كاتالايزد رياكشن اور البيسك كاتالايزد رياكشن. أتوقف الآن عند هنا وأشوفكم المحاضرة القادمة. يلا سيو، مع السلامة.